وللوقوف على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة معنا من رام الله الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ. أهلا بك سيدة نبال. يعني لربما السؤال الأهم حتى هذه اللحظة عن المشهد والوضع الإنساني، كيف يبدو في مستشفى كمال عدوان حتى اللحظة؟ يعني الوضع الإنساني في سواء في مستشفى كمال عدوان المحاصر والذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر في محيطه، الأمر الذي يعرض حياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى للخطر، للأسف لا أحد يستطيع الخروج من المستشفى وتمنع سلطات الاحتلال نقل الجرحى والمصابين حتى إلى داخل المستشفى. الوضع الإنساني داخل المستشفى بحسب ما يصدر عن وزارة الصحة هو كارثي للغاية. تفتقر الطواقم الطبية للطعام والماء وحتى المستلزمات الطبية والأدوية بعد حصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى على مدار الأيام الماضية واستمرار القصف الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى والطواقم الطبية. ما يجري في مستشفى كمال عدوان هو استكمال لسلسلة الاستهداف التي انتهجتها سلطات الاحتلال، هي سياسة استهداف المستشفيات. حتى هذه اللحظة خرجت كل المستشفيات العاملة في منطقة غزة والشمال عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر والقصف، بسبب الحصار، بسبب منع الإمدادات الإنسانية والطبية من الوصول إليها، وبات أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة غزة والشمال محرومين الآن بشكل كلي من الخدمات الصحية جراء توقف المستشفيات عن العمل. إذا أردنا الحديث عن المستشفيات العاملة في الجنوب، فبعد أن كثفت سلطات الاحتلال غاراتها على المناطق الجنوبية وخان يونس تحديدا، بالإضافة إلى التوغل البري، فاقت المستشفيات قدرتها الاستيعابية. يأتي ذلك في ظل الشح الشديد أيضا في المستلزمات الطبية والأدوية. نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني بدأنا خلال اليومين الماضيين العمل على تجهيز مستشفى ميداني في رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. هو المستشفى الميداني القطري جاري التجهيز لإعداده الآن في منطقة رفح من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي ستتولى إدارة المستشفى. ستكون القدرة الاستيعابية للمستشفى حوالي 50 سريرا، سيحتوي على غرفة عمليات وغرفة عناية مكثفة وصيدلية وغيرها من المرافق الهامة، لعله يساهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للنازحين في المناطق الجنوبية وتحديدا في رفح، بعد أن أرغمت سلطات الاحتلال الفلسطينيين على النزوح إلى رفح. يأتي ذلك أصلا في ظل كما ذكرت هناك كل المستشفيات في الجنوب فاقت قدرتها الاستيعابية. نتأمل أن يتمكن هذا المستشفى ولو قليلا من إسناد المستشفيات العاملة في المناطق الجنوبية. نعم سيدة نبال، ماذا عن يعني شهدنا قبل أيام يعني فتح معبر كرم أبو سالم إلى جانب العوجة، أثر فتح المعبر يعني على دخول المساعدات الإنسانية حتى هذه اللحظة؟ يعني حتى هذه اللحظة لم نشهد فرقا كبيرا فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي سمح بإدخالها. بالأمس استلمت طواقمنا حوالي 107 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. في الأيام الماضية التي تلت الهدنة كنا نستلم حوالي 100 شاحنة. بالتأكيد إجراءات التفتيش هي تعرقل من سرعة عملية إدخال الشاحنات. نتأمل أن يساهم فتح المزيد من المعابر بالإسراع في إدخال الشاحنات وبالتالي استقبال أعداد أكبر من المساعدات الإنسانية. ما تم استلامه حتى هذه اللحظة لا يلبي 10% من الاحتياجات على الأرض، ولابد من السماح بتدفق المساعدات الإنسانية ليس فقط عبر معبر رفح وإنما من كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة حتى يتسنى إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية دون قيود ودون شروط، لا سيما وأن العدوان قد طال كثيرا. نتحدث عن أكثر من شهرين عن استمرار العدوان، استمرار الإغلاق في ذات الوقت، وبالتالي بات اعتماد
عماد الفلسطينيين داخل القطاع جميعهم، كل الفلسطينيين أكثر من 2 مليون فلسطيني الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل الحصول على الغذاء أي الطعام والماء، وما دخل حتى هذه اللحظة لا يلبي 10% كما ذكرت من الاحتياجات الموجودة على الأرض. نعم سيدة نبال، يعني ظهر معنا مراسلنا وتحدث عن أن الأوضاع الجوية في قطاع غزة، يعني الأمطار وهكذا، أدت إلى ظهور أمراض وأوبئة. حدثينا أكثر عن أهم أو أبرز هذه الأمراض والأوبئة التي تتفشى حتى هذه اللحظة في ظل دخول هذه الحرب شهر الثالث. يعني منذ أكثر من شهر ونحن نرصد العديد من الأمراض بين صفوف النازحين، كما تعلمون النازحين هم مكدسين في مراكز الإيواء بأعداد كبيرة جدا في ظل عدم حصولهم على الماء النظيف أيضا بسبب شح المياه المتوفرة، وفي ظل عدم القدرة على الحفاظ على النظافة نظرا أصلا أيضا لشح المياه، مع هذا التكدس في الأعداد وأيضا حلول فصل الشتاء والبرد الشديد بدأنا نرصد العديد من الأمراض بين صفوف النازحين، منها الأمراض المعوية والأمراض الصدرية والتنفسية، بالإضافة إلى حالات إسهال عند الأطفال، أمراض جلدية وغيرها من الأمراض التي باتت بالفعل تتفشى بين صفوف النازحين الذين هم مكدسين في ظل ظروف غير إنسانية داخل مراكز الإيواء، يفتقرون للماء، يفتقرون حتى للطعام الكافي، كما تعلمون عدم الحصول أيضا على الطعام الصحي والطعام بشكل عام، يعني هم بالكاد يستطيعون الحصول على وجبة طعام واحدة، هذا يعني أنهم أيضا مناعة الجسم ضعيفة، وبالتالي مناعة الجسم ضعيفة، لا يحصلون على كميات طعام مناسبة، هناك فصل الشتاء والبرد، تكدس شديد، نتحدث عن الآلاف موجودين في مساحات ضيقة جدا، نقص المياه، كل هذه الأسباب بالإضافة حتى إلى تناول أو شرب المياه الملوث نظرا لعدم حصولهم على المياه النظيفة الصالحة للشرب، كلها عوامل أدت إلى بالفعل البدء بالتفشي بعض الأمراض بين صفوف النازحين. والآن المخاوف حقيقية، نحن نتخوف من استشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين أن يفقدون حياتهم، نتحدث عن الآلاف، في حال استمرار العدوان سيفقد الآلاف حياتهم إما بسبب الجوع أو بسبب الأمراض وليس فقط بسبب القصف. نعم سيدة نبال، يعني هل استطاع الهلال الأحمر الفلسطيني حتى اللحظة من إرسال مساعدات إلى الجبهات الشمالية حيث يشتد القتال فيها، وكيف يبدو خط سير النازحين أو من الأهالي الفلسطينيين من شمال القطاع إلى الجنوب، إلى أين يلجؤون بالضبط؟ يعني الأوضاع في منطقة الشمال هي محرومة من المساعدات الإنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المرة الوحيدة التي تمكنا بها من تقديم بعض المساعدات الإنسانية كانت فقط خلال فترة الهدنة، تم إرسال حوالي 310 شاحنات إلى منطقة غزة والشمال، ولكن للأسف الشديد الآن هذه المناطق هي محاصرة وتحت وقع القصف الإسرائيلي والتوغل البري للقوات الإسرائيلية، ولا زالت المؤسسات الإنسانية تعجز عن الوصول إليها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية. ما نقوم به حاليا بهذه الفترة هو محاولات من أجل التنسيق من خلال مؤسسات الأمم المتحدة لإخلاء المستشفيات التي خرجت تقريبا عن الخدمة وباتت في ظروف غاية من الصعوبة، نحاول إخلاء الجرحى والمرضى من هذه المستشفيات. قبل أيام تم إخلاء حوالي 11 مصابا من المستشفى الأعلي المعمداني وهم من الإصابات الخطيرة جدا، تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إجلائهم بالتعاون مع وبتنسيق من مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد وعند الحاجز الذي يفصل غزة عن الجنوب تعمدت سلطات الاحتلال إيقاف القافلة لعدة ساعات، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أحد الجرحى، كما تعمدت أيضا اعتقال أحد الزملاء المسعفين لعدة ساعات، اضطرت القافلة إلى
المرور وبقي المسعف وحده. نعم. تم إطلاق سراحه لاحقا بوقت متأخر بعد أن تم إهانته وتجريده من ملابسه وربط يديه، اضطر للمشي لمسافة أكثر من 2 كيلومتر حتى استطعنا الوصول إليه. للأسف ما يجري على الأرض تحديات جسيمة تواجه طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني. نعم. والطواقم الطبية والمستشفيات العاملة في قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات المنقذة للحياة في ظل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لها. شكرا لك ضيفتي من رام الله الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ.